حسناً، هذا بالفعل هذه بالفعل مناسبة رائعة بالنسبة لكل دول العالم لتجتمع حول احتفاء نحن نحتفي باليوبيل الخمسين للإمارات العربية المتحدة، ونحن مع كل هؤلاء الممثلون لعدة دول المشاركة في هذا المعرض تتوقف وتفكر في المستقبل وتفكر بالسبل والمسارات التي يجب أن نتخذها نحو الاستدامة وطبعا الميراث الذي سوف نورثه للأجيال المقبلة. إنها فرصة رائعة بالنسبة لإسبانيا أيضا لأن تحضر هنا إلى هذه الدولة التي تجمعنا بها علاقة وثيقة، ولدينا الكثير من أجالية إسبانية كبيرة هنا في الإمارات العربية المتحدة، وليس فقط أيضا في الإمارات ولكن أيضا في منطقة الخليج ككل، وبالتالي هي مناسبة رائعة للتبادل ولنقدم أنفسنا ونتشارك الأفكار للمستقبل. جميل. شعار الجناح الإسباني في أكسبو 2020 هو Intelligence for Life أو الذكاء للحياة. لماذا اخترتم هذا الشعار وكيف يتماشى مع رؤيتكم للمستقبل في إسبانيا؟ نحن نشعر بأن هذا النوع من الأمور والإنجازات التي نواجهها حاليا في المستقبل وفي المستقبل يجب أن يتم التعامل معها بطريقة متزنة، ويجب أن نتعامل معها بكثير من التفاعل وبكثير من الابتكار أيضا. وفي الواقع أعتقد أنه يجب التعامل معها بطريقة ذكية جدا، لهذا اخترنا هذا الشعار. ونحن نأتي من دولة لديها تاريخ عارم وتاريخ طويل والكثير من الميراث، ولديها بصمة تاريخية في المجتمع، وهذه نوعا من المقدمة لجناحنا. ونحن نريد أن نتكلم عن مساهمة دولتنا في المجتمع الدولي، ونحن أيضا دولة معنية كثيرا وتشارك بطريقة فعالة بأهداف التنمية المستدامة للمستقبل، وبالتالي هذا الشعار الذي اعتمدناه في عقولنا، الذكاء في عقولنا وفي مشاريعنا، يعني أنه من أجل أن نضع أو نحافظ على الحياة إجمالا في الكوكب، وطبعا أعني هنا حياة الأشخاص وأيضا الحيوانات، وطبعا الحفاظ على الكوكب بحد ذاته، يجب أن نتمتع بالذكاء ويجب أن نخلق التوازن والتوازن في الحلول التي ستمكننا من الحفاظ على نوعية الحياة وتوزيع الثروات في العالم والمصادر الطبيعية من خلال التعاون مع دول أخرى. وعلينا أيضا أن نتمكن من الاستمتاع بالحياة الجيدة والجودة الجيدة للحياة والحفاظ عليها والحفاظ على ميراث للمستقبل. وأود في هذا السياق أن أسألك عن التوقعات من الناحية الاقتصادية من مشاركة إسبانيا في أكسبو 2020، كما نعرف أن الهدف الأساسي من هذا المعرض هو أيضا اقتصادي. نحن من وجهة نظرنا التوقعات تكمن في التواصل بين الثقافات وأن نبرهن أو أنه عن الابتكار الذي تتمتع به الشركات الإسبانية، وطبعا هذه الشركات يمكنها أن تكون مفيدة جدا بالنسبة لهذه المنطقة من العالم. نحن في الواقع نركز على إعطاء شركاتنا أو منح شركاتنا والباحثين الإسبان والمعاهد الفرصة لفتح أبوابها ولتعزيز وجودها في هذه المنطقة، وهذا سوف يترجم على الصعيد الاقتصادي بالعائدات، وأيضا سوف يترجم طبعا علاقات الصداقة مع هذه المنطقة. وشركتنا شاركت وساهمت ولا زالت تساهم بالكثير في هذه المنطقة من العالم. نحن
نحن نتكلم هنا عن الاستدامة والنقل والخدمات المتعددة، وهذا ما نريد أن نبرهنه ويجب نظهره أنه لدينا الكثير من الشركات وفرص التعاون مع دول المختلفة وأن يكون لدينا الكثير من المتعاونين في بلادنا. هذا من الناحية الاقتصادية، ماذا عن الناحية الثقافية سيدة كارمن؟ كيف تسلطون الضوء على ارتباط إسبانيا بالثقافة العربية من خلال التجربة التفاعلية التي تقدمونها لزائر الجناح الإسباني؟ الرابط بين ثقافاتنا هو رابط قوي للغاية. كانت لدينا العديد من العصور المشتركة والأحداث المشتركة والتاريخ المشترك في هذه المنطقة، وطبعا هذا يظهر في عدة طرق من خلال اللغة، فإن اللغة الإسبانية هي اللغة الثانية الأم في العالم، وطبعا لديها تداخلات كثيرة في مصطلحاتها مع اللغة العربية، وهذا نظام جيد حيث يستطيع الناس أن يستخدموا كلمات أو مصطلحات في اللغة العربية وفي اللغة الإسبانية وأن يروا التشابه بين هذه المصطلحات وبترجمتها. أيضا نحن أيضا نركز على ميراثنا وعلى تراثنا، وطبعا نحن من خلال هذا الجناح نبين أنه من الناحية التاريخية ثمة ميراث رائع لبلدنا ودولتنا يأتي من الحقبة العربية والتقنيات والتكنولوجيات التي تم التوصل إليها، وطبعا هذا يمزج أو يبين المزيج بين دولنا. وأيضا هناك رمز لطبعا اختلاط هذه الثقافات بين بعضها البعض، إسبانيا والهند وكل الدول التي كان لها تأثير في تاريخنا، وطبعا القواعد المختلفة، وطبعا هذا في العصر الخامس عشر أيضا كان هناك وجود كبير لهذه الجهة الثقافية. ونحن طبعا نبرهن عن علاقاتنا مع كل العالم من خلال مسابقة الشطرنج، نحو 2000 طفل سوف يشاركون من خلال عدة ألعاب، وطبعا هذا يبرهن عن الاختلاط بين جميع الثقافات. هذا أمر ما زال حيا، وطبعا هذه لعبة مهمة جدا للأطفال. جميل جدا. هذه الفعاليات اليوم التي يشهدها الجناح الإسباني والأجنحة الأخرى والتي تؤمن فعلا التواصل بين العقول وصنع المستقبل. الحديث قليلا عن الشكل الهندسي للجناح الذي يشكل مزيجا بين التراث والحداثة، إلى أي مدى هذا ما تعبر عنه إسبانيا أصلا؟ إسبانيا الحريصة على التوفيق بين التقاليد من جهة والابتكار من جهة أخرى. نحن نرى أنه في جناحنا ثمة مناخ مفهوم قوي، هو طبعا هندسته الشكلية تعبر أو هي مصممة بأشكال أبراج تمنح التهوئة في الهواء، وطبعا هذا من الناحية المناخ، فعندما تقف تحت هذا الشكل الهندسي تشعر بانتعاش نوعا ما. ونحن في الواقع هذه التركيبة نرى أنها تبرهن أو تعكس نظامنا أو تعكس ماهية وهوية دولتنا التي تجمع بين التراث كما قلتم والعصرية، وطبعا الألوان التي هي موجودة في هذا الجناح تعكس ألوان دولتنا، هي ألوان زاهية وملونة وألوان فرحة للغاية. ونحن أضفنا هذا إلى الإكسبو، إلى معرض الإكسبو 2020، أضفنا البهجة. سيدة كارمن، كيف تنوون بعد انتهاء إكسبو 2020 البناء على ما تم تحقيقه خلال هذه الفعالية لخدمة إسبانيا في المستقبل، أيضا علاقاتها مع الدول المختلفة؟ أه
إذا فهمت قصدكم تماما أنتم تسألون عن توقعاتنا للمستقبل. حسنا، متوقعاتنا بالنسبة للمستقبل هي أن نعزز الروابط بيننا، وليس فقط بيننا وبين كل هذه الدول، ولكن أيضا بين المدن المختلفة والجنسيات المختلفة. إسبانيا هي جزء من أوروبا، ونحن هنا موجودون في الخليج العربي، ونحن نرى أن نعرف بعضنا بشكل أفضل هي أفضل طريقة لتعزيز علاقاتنا. سوف يكون لنا الكثير من العروضات الفنية، ليس فقط في الجناح الإسباني، لأنه ثمة هناك عروضات ونصب فنية موجودة، وأفلام سوف تعرض، ومعارض سوف تساعد في إيضاح الفكرة لدى الزوار بشأن دولتنا، وسوف يكون لهم فكرة واضحة وواقعية عن إسبانيا، عن دولتنا، وسوف يكون لنا برنامج ثقافي متنوع وغني جدا يبدأ بإهتمام من أكتوبر، وسوف يكون هناك عروض، وسوف يكون هناك مغني رائع سيقدم احتفالا أو حفلة رائعة، وسوف يكون هناك طبعا أنشطة ثقافية وأنشطة تعنى بالمطبخ الإسباني، وهذا سوف يساعد في بناء علاقات وتواصل بين الأشخاص وبين المناطق والدول أيضا. جميل جدا، يعني وهذا فرصة للجميع للتعرف أكثر إلى الثقافة الإسبانية والاستمتاع بالفن الإسباني. نعرف أنه جائحة كورونا اليوم غيرت العالم ونظرت العالم للمستقبل، وأكدت على أهمية التعاون الدولي بين مختلف البلدان لمكافحة أو لتجاوز التحديات المشتركة. كيف ترون دور إسبانيا في هذا المستقبل، تحديدا في موضوع الاستدامة الذي تركزون عليه كثيرا في جناحكم؟ من ناحية في الواقع الوباء كان صدمة للمجتمع الدولي ولمختلف الدول وللمواطنين أيضا، ولكن نحن نعد الدولة، وهنا أعود إلى شعارنا الذي ذكرتموه من قبل، الذكاء من أجل الحياة، وهذا يعني أنه يتعين علينا أن نتحلى بالذكاء الجماعي. إذن نحن نحتفي بهذا المعرض حتى لو لم يختفي الوباء بشكل كلي، فمن الرائع من هذه الناحية، لأننا نستفيد من طريقة لجمع جهودنا من أجل أن نتعامل وضع انتعاش وعودة إلى نوع من الوضع الطبيعي. نحن نأمل ذلك بالفعل، وطبعا هذا أمر وتمرين رائع للعمل المشترك والتعاون، وكلنا نساهم في هذه العودة إلى الوضع الطبيعي. نتمنى لكم كل التوفيق في هذه النسخة من إكسبو، ونشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا هذا الصباح، نائبة المفوض العام للجناح الإسباني في إكسبو 2020 كارمن بوينو، ويومك سعيد. شكرا لك.